نشوف برضو الحاجات الإيجابية، افتتاح مدرسة محمد صلاح في الغربية فخر العرب اللي هيلعب بكرة بندعي له. نشوف الصورة الجميلة مدرسة صنايع، لأنه محمد صلاح خريج هذه المدرسة، مدرسة صنايع اللي موجودة في الغربية، محمد صلاح الثانوية الصناعية العسكرية بنين. بص الصورة، يعني شوفوا بعض اللافتات بسيطة. طبعا اسم محمد صلاح، أعتقد لو في ناس يعني مش حابة الصناعية هتتخانق عشان تخش المدرسة دي. ده الافتتاح بتاعها اهو، وبندعو لمحمد صلاح فخر العرب بالتوفيق والنجاح، وبكرة ربنا يكرمه ونقول له ما تزعلش على الأخطاء اللي حصلت اللي خلته ما بقاش تالت على العالم، لكن هذه الصورة بالنسبة له هي سجل كبير وجديد. دي المدرسة اللي كان فيها محمد صلاح.